السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا كيلو بتنسى ليه صراحة حكاية. شوفوا احنا عملنا من كيلو واحد عملنا كمية قد ايه. اللهم بارك. ياريت تخشوا تشوفوا معانا الفيديو الطريقة عملناها ازاي. ومطالع مقرمش وجميل. صراحة عجبني اوي في الطريقة بتاعته. حلوة اوي. نقول اتفضلوا معانا خليكم على الفيديو. يلا نتفرج على الفيديو سوا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا كيلو دقيق بمعدل 7 كوبايات ممسحين، ومعايا حبة البركة، سمسم، شمر، كمون. هنعمل ومعايا كوباية زيت. يلا نخش على الطريقة نشوف هنعمله ازاي. كوباية مية دافية، هنحط كوبايتين دي خميرة بيرة بمعدل معلقة كده صغننة، معلقة كبيرة سكر، ودي التانية ملح ربع معلقة صغيرة، دي كوباية تانية مية دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كوباية الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هنحط الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعجن بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معانا لغاية ما نعجنهم، واللي يوصل معانا هنا لغاية هنا يصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك. انا عايزة الفيديو ده يوصل 1000 لايك. انا مش طماعة. 1000 لايك دلوقتي، واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. هي اخدت عجين معانا حوالي 10 دقايق كده واقل. بصوا ملمسها ما شاء الله حلوة جميلة. ما زودناش اي حاجة ولا مية ولا اي حاجة تاني. بصراحة عجينة جميلة. وخليكم معانا لما نشكلها هي هترتاح معانا حوالي 10 دقايق. مش انا هغطيها سيبها ترتاح واغطيها بفوطة. دي فوطة المطبخ. بعد كده ايه نرجع نشكلها مع بعض. اديها بعد ما ارتاحت هنبدأ بقى نعملها طوابع. خليكم معانا نبدا نعملها صوابع رفيعه قوي ما شاء الله. ملمس العجين جميل. معانا سمسم هنحط حوالي معلقه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت عليه ميه عشان ايه يمسك العجين. انا حطيت عليها سمسم اهو. هنبدأ نحطها في الصينية. نبدأ نحطها في السمسم. ما شاء الله عملنا شوية هم لسه ما كملناش بقية العجينة. ما شاء الله دي احنا لسه ما كملناش نص الكمية. يعني لسه هنعمل ايه تاني. ماشي. بصوا احنا نبدا ايه نعملها من النص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس هقطعها عشان مش عارفه اقطع بالسكينه وانا ماسكه التليفون. بصوا ما شاء الله احنا قطعتهم نصين. هحطهم على درجة حرارة 120 واسويهم في الفرن. بعد كده نوريكم الشكل النهائي بعد ما نخلص. ماشي.
واللي وصل معانا هنا لغاية هنا يصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصله كل جديد. إن شاء الله عملنا صينية تاني اهي، دي سادة من غير سمسم يعني على الوش، ودي هي واحدة تاني ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، ولسه في لسه العجينة مكملة معانا إن شاء الله. فات كبير اهو ما شاء الله. هنبدا نسوي بعد ما نخلصها بقى نوريكم ايه التسوية عاملة ازاي. ما شاء الله الله اكبر. الكيلو عمل معايا قد ايه؟ كمية كبيرة ما شاء الله. مقرمش طعمه تحفة، طعمه حكاية بصراحة. التسوية حلوة جميلة. مع واحدة ارمشها اهي، مكسرة مع القرمشة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقرمشه جميل. كيلو بتنسى ليه؟ صراحة طعمه تحفة تحفة. من كيلو واحد كمية كبيرة ما شاء الله اللهم بارك. اللي وصل معايا لغاية هنا يصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما ينساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة.